بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نعم لما ضيعه في شخص من فور الرياح ما شاء الله ونعرفه من فور اللي فوق الشوكه. اولا شوف باش ما تفهموش من التدخل تاعي هذا، لانه ربما عدة تساؤلات تطرح، ربما يفهم على انه انتقامي، وربما يكون تساؤل لماذا هذا الوقت وليس قبل. مثلا على موسم المجلس الماضي، المجلس الوطني السابق لم اعلم به من طرف المنطقة الأولى. قبل هذا كذلك ربما واحد يقول لي علاه ما حضرتش النهار المجلس تاع البورد. اللي يسأل اللي عنده التساؤل هذا يلومه هو، باسكو من المنتظر كنا في المجلس التحضيري لهذا المجلس الانتخابي لإرضاء ولإسكات الصائرين ضد فكرة لا سيليسيون كوليكتيف. قالوا لهم باللي المجلس المقبل يدخلوا اعضاء المجلس ونتاخر بلاش تدخل تعويسي كي فريمون كي فولي تو دير. اذا في المجلس تاع الانتخاب ها واش كنت محضر كعضو مكتب وطني، قلت ربما المجلس يطلب من اعضاء المكتب الوطني وهذا اللي كان منتظر يدخلوا. واش كنت محضر؟ هذه حضرتها ولمشاهدين على تحضيرها اللي كانت واجدة قبل ما نشرع في المجلس، لأن كان عندي شي نقولوا. كان حاضر عبد الوهاب تاع الصيف وعبد الملك تاع البرج، واللي يقول كذلك على ما هضرتش قبل حتى نشرح القضية هذه. أنا شاهد حمد حطاب لأنه كل ما نديرو في الكنافيس على فالوبيس وأظن رشيد على اني كل من برا نقول له لو كان ما يستقبلوش الواحد في المكتب راح نفضحهم في المجلس. اذا جيتي فريم دو فيتاس خش. اذا هذا باش ما تسالوش علاه الهضره اليوم. باه بالنسبه واش راح نهضر انا بالنسبه ليا يعني امر خطير جدا ونتأسف يعني نقول لكم صراحة راني نتكلم مع خوتي، باسكو لو كان ماهوش خوتي راني تكلمت من جهات أخرى. وباش يكون في عندكم الإنسان المضرور والمظلوم والمجروح، راكم تشوفوا كيف قلت شي عالي نوار في حد ذاته هنا نهار راح أظن وزارة العمل وقال وزير العمل على حساب واش قلنا وأنا نامله يعني كان وبين قوسين كان فرق بالنسبة لي بين شخص نوار العربي والمنسق الوطني، وأحترم أكثر نوار العربي أكثر من المنسق الوطني. قالنا بذلك الوزير العمل ما نحبش يهود يوزير هكذا بطفاء أولادي يساعدني ما أولادي لا ويرغاهم لي أنا معليش إذا فرغا هذه وزيها كل حد جو ديسي كيكونك ديجا لا بريفاي تي فات. لو كان كل واحد يصرح بصدق
وسليم وسليم. كان ما قالولوش، ما تقدرش يقولولهم بيانسيور. لكل واحد واش قالولو. ثبت عباد ما يجيبوش. بريمير مون كيف؟ كان يقولو المون يا يجي انت ما تقدرش تقول. وحبيت نشرحو بيا يجي. في كلش. بكل تواضع. واحد قالولو ضد التوجه تاع المكتب الوطني. ضد التوجه تاع المكتب الوطني. ألور كو دائما أسعى إلى أن المكتب الوطني يكون على فكرة واحدة. وآخر دليل على هذا هو الجلسة التقييمية بعد ما درنا المجلس تاع تجديد الإدراك. درنا جلسة تقييمية. درنا جلسة تقييمية ولكن تلاحظوا كذلك هذه من النقاط اللي سجلتها ونستخلص منها أمور. اللي درناها في المجلس تاع مناقشة إدراك مواصلة ولا تجنيد. وشوفوا كل ما أحاط به. أولا التسيير تاعه فترة التسيير غياب تام للمكتب الوطني. غياب تام للمكتب الوطني. وكي طالبت بمجلس وطني وكي طالبت كاين أعضاء المكتب الوطني اللي طالبوا كذلك. باستدعاء مجلس وطني لأن الأمور ماهيش مليحة. علمنا الإغراض ورحنا كل واحد وين راح. والمكتب الوطني غاية تقريبا عن الساحة وخاصة الساحة الإعلامية. وخاصة مقارنة مع الإنتر. بس كان معنا الإنتر. والأستاذ ويشوف. يقول لك علاه الإنتر راهم يحضرون ثم غايبين. هذا يخليكم حقائق أنا نقول لهم ثم راجعوا في أنفسكم. هذا المجلس تصوروا أن مجلس كنا هذا التحضير تاعه يكون في دقائق وكور دقائق مسروقة من المجلس من توقيت المجلس الوطني هذاك. في الجلسة هذه قلت النوار بصراحة وهنا دايما عندي شهود قلت لي حد يشهد يشهد لما يشهد نهار تلقاه عند ربي سبحانه يجمو فوق يقدر ديما قلت لهم بفيريتيش بالمتر عني قلت له هذا ليش خدمة نحضروا مجلس وطني بهذا الحجم في دقائق c'est une réunion éclair. La deuxième chose que j'ai dite, que j'ai proposée, c'est que le courrier du mot pour moi, c'est un homme, le majlis al-watani. Allah, le cas de la classe, l'équilibre. Le courrier du mot pour moi, mais le courrier jusqu'à avoir le majlis al-watani, il est stil. Alors, il va se faire la casale. Il dit, un facteur commun, il dit, alors, il va se faire. عوف ذات الفكرة أجلهم ليه إنما ذا بيه سيبوكريزيزيون صفك أن تو يرفني قبك ما يشغل الفكرة تاعي التي عوف لذات ولا طرفة ونذكركم وكلمة قالها أحد حكماء المجلس الوطني لا يذكر بخير ما على باليش اللي راهو هنا في سعيد إلى المراد قالها أون 2003 En général, quand on a tout ce qui me dit, j'ai le fait de faire une classe, ou la FFS Algérie Centre, ou la FFS Centre, il y a une série de mois à l'Ava, il y a une carte, on va être chez Sigmund Haran, sinon, on va se mettre en main. Il y a une série de mois à l'Ava, il y a une série de mois je me souviens très très bien. Il y a une série de mois à l'Ava, عبد الملك قال لي كان نشوفوا الكلاسة هذه او بطلوا بيد التاري نلقاو لآلي لم تأخذ بعين الاعتبار لآلي هذه هي المقترحة تعضاء المجلس الوطني اللي مدوها ولكن طلوا معي للوراء وشكون اللي قالها في الاخر مجلسه ان شاء الله يتذكر بر وراح يقول لي هي ولاها شكون اللي قالها في المجلس تاع تعليق الإغراء مسعي نذكر حتى باللقطة كي جا فيها كيف كيفاش نسائل أنا أن نقولوا أو مسعية أو حاضر ورزبك نقولوا أمور في المستوى وتقبل من المكتب من المجلس الوطني يصدق على يدخل المجلس الوطني بعد غبة وكان أمر أنتم شاهدين عليه وربي شاهد عليه قبل منكم
وما تقومش حتى الشهادة تاعك لا يرجع الأثر الرجعي الأثر الرجعي شكون اللي جاب الفكرة على الأثر الرجعي هذه جابتها بعد جبناها طرحناها في مجلس القبة طرحناها في مجلس القبة وصادق عليها المجلس باش نديروها في بيان alors que dans le temps qu'est-ce qu'on revendiquait on revendiquait l'ouverture du dossier du régime indemnitaire c'est tout maintenant que nous parlons de l'affaire rouge maintenant derrière carrément le bayer aïeb nous sommes bien ça nous donne les choses là aïeb noir ou le fait que nous ne sommes pas les arabes يعني ربما نساوها ولا ما كانش اتفاق عليها الى غير ذلك المهم تندرج يوم رحنا للوزارة رحنا وطبعا نديرو جيل صغيرة كيجيو رايحين للوزارة فاشهاو وشرح نقولو وشرح نقولو وصدقوا راحكم كل واحد يعرف شيهضر الى غير ذلك كان بين طبعا المطالب تاعنا انه المطالبة بفتح ملف تعويضات ونذكر لها الاعضاء المكتب الوطني الكل وإن شاء الله تكون عندهم شجاعة برك ويتكروا ويشهدوا براسكم لا ربي يعرف يعرف ما تريد تركي في صفحة ديكلانشي من النار فقط دفاع الله ديكلانش تاعه المهم أنني نهضر أمام ربي وانتوبة يعني تتبقى كل راقلي برك كل راقلي ما درناهاش بعد رحنا للوزارة كان اجتماع في المكتب تاع خارجي باش نذكر مليح كان الاجتماع في المكتب تاع خالدي والوزير جاتو لا مومون قال كل غرف الصغار يا سيدي تهضر شويه ومن بعد راح قبل ما يروح كي طرح له نوار المشكل تاع الافرج عفوا الملف تاع وزير قال له الحضره اللي نعرفها قال له نسمع في جورنو ان الملف هذا مقروء بالقوانين الخاصه وزيادة الرئيس في حدث هو اللي متامر انه عندما يفصل في القوانين الخاصة حتى يكملوا هذه باش يدخلوا الاثر الرجعي وما تصوروش انتم ان الدولة هذه والحكومة هذه عندها فقط ملف او وزارة التربية وفي وزارة التربية عندها فقط الثانوي عندها فقط ملف تعويض ما يعني سميت انا فارسكي بيان سير الملف الوطني ولا كاش واحد يهضر ما كاش الحمد لله الهامني ربي الشيء اللي كنت نهضر عليه في المجلس الوطني في الاثر الرجعي وقلت للسيد الوزير قلت للسيد الوزير بيان سير اون ديزالجيريا اون ريسبكت تو سو سي بالعكس نقدر الحكومه وعمل الحكومه وعمل اوامر السيد الرئيس الى غير ذلك لكن في عقلكم جنرال جور سيرتان جنرال جور وتفتحوا هذا الملف هذا لكن حنا واش نطالبوا نهار تفتحوه مش يطبق هذاك الوقت وانما يطبق 2008 كما طبق القانون الخاص نذكر مليح الكلام تاع مسيو المينيستر والكلام تاع مسيو خالد مسيو المينيستر قال لي مسيو بريزيدون بيان سور خالدي كي سي بيان سي بيان تري بيان لي شوز ونعرفو كل خالدي قال له سي با ايفيدون مسيو المينيستر من بعد لقى كلام بيناتهم ودار قال لي وقال بعد العام قال له عطي لي وقت بعد رجعت وخبرنا على بالي قال لي اتصل بمن على بالي هاو فجر اثر رجل في فالس كو جميلي فهذا هو باسون بور دير بلي كاين يعني مقترحات وهذه الآلة التي لا تؤخذ بعين الاعتبار بعد نعاود نوصل الى الخلاصه لماذا نوصل الى الخلاصه لماذا وهذه طرق منها من تحضير تاع المجلس الوطني تاع الاضرار اللي وصلنا فيه وليد ديناه الى التجنيد لان في المجلس الوطني هذا لاحظت خمس نقاط والنقاط هذه قبل ما نقولها لكم هنا طرحتها في المكتب الوطني من نهار تقييم المجلس قلنا جلسه بعد ذلك قلنا فيها تقييم المجلس نعم تقدر على الإغراض بتاع نوفمبر ولا بتاع لا دنيا هذا شوف هو نورمال ما هو تكمل بس نورمال ما راني نجيب الدنيا قروه فيلم باش ما نطولوش فيلم هذا الكيميل هذا اللي عندي يعني بانيه من جيب القروه ثاني انا نبدا من الاضرار الاخير اللي جمدناه
Donc, Gottlieb, j'ai reçu 5 points. Le premier point, Gottlieb Sahver, سريع جدا لمجلس كما هذا. النقطة الثانية النقطة الثانية هو كما قلت رفض المقترح، والمقترح هذاك موش غير رفض المقترح، لاحظوا حتى المقترح المحتوى تاعو شنو هو؟ هو كنت أدعي إلى توحيد الرؤى بين أعضاء المكتب الوطني، ألور كاين بعض قالوا لهم يتهموا باللي نجيب موش مع الخط في مع المكتب الوطني في الخط. ألور كو أنا ندعي، دونك المكتب الوطني موش في الخط تماما. La première conclusion que je vais faire de ces deux points. وش نقول أنا؟ طبعاً بما شلي عندي قبل فعل وربما تلاحظوا ذكر أن هذا الكلام أنا قلته في جلسة قبل لا قلت لما أنا نستخلص من أن الاجتماعات تاع المكتب الوطني هذه اللي نديروها مع بعض ما هي إلا شكلية، والاجتماع الرسمي يتم أيور في مجموعة مغلقة، واتهمت كارما ثلاث أشخاص، قلت لهم ثلاث أشخاص على الأقل يديروا اجتماعات قبل ويجي هنا يديروا بنا الكاشي هنا. لأن جي توجور في ذات الفيغيون، جو سوي مومبر دون بيرو ناسيونال أبار أونتيير، سينون جو سوي با. ديجا أن مومون دوني علمت في طالب قلت لهم باش ما ندير والو في المجلس، خويا راني معاكم قبل كل شيء ديروا، مي راح نهضر معاك. لأن كلامي لا يأخذ بعين الاعتبار. إذا ثلاث أشخاص هما اللي حضروا السي يوسف إذا سمح يحضروا ويجيو هنا يديروا بنا الكاشي كوم فوا يديروا لاخونا سيريني. ألور كو لو بيرو لو جروب أن جروب دي بيرو لاخونا سيريني ويجي لو غران جروب باش يتكلموا في المصداقية. وقلتها بصراحة مباشرة، أنا رجعت في بالي نوار زبيري وحمراوي، بس قلت أموات ثلاثة علما أن الجلسة هذه ما حضرهاش شكرا رفقي، ما حضرهاش رفقي هذه الجلسة هذه بالتقييم، لأنه انسحب استقال في المجلس تاع الإضراب، يعني يقرا فيه الاضراب استقال، وهذا الجلسه درناها بعد هذا لو كونسي هذا. اذا ثلاثه هادو اللي وجهت لهم كاريمون تهمه بهذا الادله هذه، لانه مش مغا مش زوج مش ثلاثه ولا نمر. النقطه الثالثه في التسيير، اولا لكن لاحظتوا مليح ولاحظتوا كل المجلس هذا كيفاش تم كيفاش تم؟ النقطة اللي بعدها أنه الأول متدخلين بعد تقارير الولايات لمدة نتائج متقاربة واللي طلب فيها أنا في هذيك اللحظة، وكان شاهد إلى حد ما حدش يشهد ما يشهدش، وكان شاهد كذلك، طلبت جلسة طارئة للمكتب الوطني. قلت لهم وقفت قلت لهم قبل انه وين نروحوا اذا كان جا الكونسي اذا قلت نروحوا يعني اون كون ماجوريتي، كان استعملنا اظن رزقي ولا زميلو هما اللي استعملوا كلمة تسونامي، قال كذا تسونامي في اتجاه المواصلة، روحوا المواصلة تسونامي اون فير لو جان، روحوا لو جان. مي على بالنا كيفاش كانت النتائج، وطرحت مشكل، طلبت جلسة طارئة للمكتب الوطني، قال خلي انكور روجي. بعد هذا وفي هذاك الروجي قلت لهم مرة شوفوا توقع تحوسوا تفهموا انا اول متدخلين، قال لي ما تدخلش كعضو مكتب وطني قلت لهم احكوا فيا حتى واحد فوق صلاط اشاك روجي كيف ولا كان تذكروا الدخل تدخل يعني رقم عنيف.
في بداية بعد هذا في بداية المناقشات كان الصراع ولاحظوا مليح وتذكروا مليح وعاودوا راجعوا في الكوسوا فاناليس او ايه ورانا اساتذة ورانا اساتذة ورانا مسؤولية كبيرة والعهد عندنا مع ربي سبحانه حمراوي ابروبوزي لا تيت دي ديمونش ذكروا اقترح يوم الاحد 14/3 اقترح يوم الاحد 14/3 كتاريخ لكن ربما واحد ما لاحظ ان التاريخ ماذا؟ هل تاريخ العودة ولا تاريخ واش؟ اقترح تاريخ خلاص ومن بعد في فول يصل فبصروني النقطة الرابعة هي طريق تفسير الانتخاب ولا تقديم الانتخاب لاحظنا كيفاش انه من مع كي رحنا اليوم درنا المداولات من مع المواصلة من مع التعليم اظن ان اغلبية المجلس راح المواصلة هكذا ها يعني ما المفروض ولا هذا هو اللي كان لاحظته ذاك الوقت ما كانش انا حتى تدخل تاعي دخل نواض وقال علاه قلت له قاطر الصفات كي دخلت بعنف ومن بعد ذلك عاودت اعتذرت منه عاودت اعتذرت لانه في نورمال الناس الكل فاهمه باللي نروحوا للتعليم قال لك الانتخاب مثل مواصله انا كيفاش يعني منطقيا اون طونك ما نقولش برضه معاك ولا كاتري ما نورمال عنده باش تخير بين هذه وهذه خيرت هذه صافي نورمال حتى المناقشة تم في إطار هذا أظن كو أن مومون دوني ما على باليش أنا بارباجي ولا بار جي سي با كوا أون سي ريتوفي أ ديسكوتي لو جال كينا نفوسنا نطرحو في التعليق والنقطة الأخيرة في الخمس نقاط هذه هو التدخلات المتعاقبة والمتكررة لنوار في المنصف الوطني عندي فرق بين النوار والمنصف الوطني وموش غير انا عبرك اللي فرق بهذا رزقي وصلاته الى لا ديميسيون نتذكر مليح واش كان يعطي علاش دابا علاش تدخل حتى الى غزال حتى تنافو ديميسيون دونك لا ميم كونكلوزيون سادير هذه النقاط كل تؤدي الى كاين ثلاث اشخاص هي التي تريد السيطره بل والسيطره لا بريف اي تي دوني لو كونسيل لي فات تريد السيطره على النقابه وهذا انا ما نقبلهاش مانيش قوم تبع ني للوزير ني لاكس ني لايكغيك قال كنت كونسيل اي تي دوني durant une réunion d'évaluation du gel de la grève sur le conseil avec le gel. Souffrez-le là, la semaine après le mal, vous le chauffez, tabir avec le bachat. Tabir avec, à quel point on peut être mal, mauvais. À quel point on veut du mal. Allah il a dit, à mon âge, j'ai 52 ans, je viens d'apprendre ça. Je viens de l'apprendre. Enfin, il y a 7 mois que j'ai appris. Mais le marche au doc. J'ai appris, Billy, qu'il y a un sahnaf, il y a un sahnaf. Il veut du mal. Il y a un sahnaf. Qu'il déjà, qu'il. Et là, j'ai dit, il parle. Allah, il dit, il va y avoir un drapeau, mais qui persiste. Si mediz had le constat, il y a eu une réaction d'un membre du bureau national, ou ma adraka, un membre du bureau national. Quand j'ai vu en réaction, normalement la réaction me conduit que de l'institut top, ou la marge de l'échelle, ou la quelque chose comme ça, ou la insuite, ou la quelque chose comme ça, quand j'ai vu, c'est parce qu'il n'est pas la réalité à l'autre. انا هذه قضيه تكون تا كيقول هذه واحد تدمر طب ديك الشغله كنت مخبي لي ومن بعد خرجها لي باسكو خليت الكنايا قال لي وانت ماشي هذيك المره قلت لي
لا لا سمحوا لي لا لازم نذكر رشيد رغم احترامي لرشيد وما كان حتى حاجه بيننا يعني واحد من المرات هو ما تسوش لي طول حكيت ولا ندخل باسكو على بالي يعني خوف كبير كبير ما تذكرش لا انت خاف انت على اللي استعملها بطريقه طريقه قال لي مشي ديك النهار قلت له يا رشيد تينا طالما كي على وجهه كذا يعني هو كانه اتهام وحنا كنا في هذه المشكله لا هذا المحضر لا نهضر نهضر لا تجي لي سي ما كانش في الخير في قاف المومو تاع الاغراب هذاك المومو تاع الاغراب بعد ما طلبنا ما كانش مجلس وطني وبين قوسين هنا المجلس الوطني واش قال لي قال لي انه ما كانش جديد يستدعي استدعاء المجلس الوطني وهذا هي الامر هذا متفاهمين عليه صح قال لي متفقين انه كيما يقول كيف ما علاش نستدعي المجلس الوطني مي فو سوفني لو مومون هذاك واش كان كاين قلت كاين غياب مكتب وطني اي اونكور بلو كراف كو سا كاين لي زاتاك دي مينيستير انه يتصل مباشرة بالاساتذة وكل عشنا هذاك هذيك لا بيريود ils étaient vraiment perturbés ils se sentaient délaissés النقابة تاعهم راحت ما كانش شكون اللي عاد يتصل فيهم ويجيب المحتوى الاخبار تاع الزيادة والنقصان يتصل بهم الوزير مباشرة سيتي دي نوفو صا ماهوش لو نوفو معناها نروح نقعد الوزير ونقول ها واش قسم الوزير صافي يجي نوفو لا الفوك يجي يجي صاك ايفاكي لو بلوس امبورتون اذا كان ما قبلناش ما توصلناش الى امور كيما هذه بسيطه جدا سيكو تو دو شوز لو سوا كوني با لا اوتور كوني با لا اوتور مانيش في مستوى تفكير نقابه او هنا كذلك انا قادر نفهم ايضا نقول برد ربما السكوت هذاك كان من المجموعه هذه بتنسيق مع الوزاره ان حتى تكمل الوزاره العمل تاعها ومن بعد نستدعيو المجلس الوطني جاتي في حتى عند القضيه دار رايها بس بين المجلس الوطني اذا في المجلس قبل المجلس هذا كان استدعانا الامن استدعى عده اعضاء من المكتب الوطني وحتى المجلس الولائية طريقة الاتصال بينا كانت عن طريق أحد النواب وأظن أن الطريقة هي نفسها كما كانت في الجبيل أنه بأسود واحد 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 إلى بردان والنائب هذا كان اتصال مباشر على حساب كلامه مع القمة في الأمن القمة في الأمن المهم بالأخذ والرد معه وصلت قال لي انه لانه انا وش طلبت قال لي وش تقضوا قلت له لا عضو مكتب وطني وش طلبوا لان المطالب نذكر المطالب كانت معلومه والمطالب واش اللي نصر فيها وديرها فين نحن بين قوسين المطالب واش اللي نصر فيها المجلس الوطني الذي اقرها انا كنت نطلب لقاء مع الوزاره المعنيه نناقش فيه الامور وش قال لي هذا قلتو خلاص غدوه روح الوزاره قال استقبلك مسيو خالدي كيفو قلت له غطر شوية انا ملي مش محتاج والو ولا يا قلت له روح الوزاره اذا قبل في الوزاره يتصلوا بالمنسق الوطني وهو اللي يتصل بيا هو اللي يتبعيني مش الوزاره تتبعيني يعني في الفرق هذا وبعد رحنا تدعونا للمكاتب تاع الامن مباشرة دونك هذه ما كلاتش تدعونا للامن المهم الصرا والصرا وجرا وجرا والكلام اللي كان في النهاية كي جيت باش نديروا الجلسة هذه كل واحد اللي بوش عندي اول المتدخلين كنت انا في المكتب الوطني وقلت لهم في جلسة كيما هذه بعد ما شفت الشيء اللي صار راهو عندي اعلان استفهام على كل واحد منكم على راس كل واحد منكم وهذا حقي ديجا عندي بلانسيب انا في النقابه هذه جي با دامي في النقابه اون طونك سانديكاليست ماكش صاحبي صاحبي عبد الوهاب مو صاحبي عضو من المكتب المجلس الوطني اذا في النقابه ما كانش ثقه
كيف بينا نخطروا هذا باش نقول علاه حتى وصلنا لهذه القضيه. كل ما يهضر واحد وكي كنا نهضروا كنت نراقب نشوف الاوجه. شفت يعني رشيد واحد حقا بعد عرف باللي كان عيان ابري ان فواياج ونشوف عيني عاد غاش شلا مغرغرين مغرغر كيف يعزيزي ما لم تشوفين درنا انفور درنا انفور وقف هذيك هضرت انا وسيد ما نسميهش جو لو نوم لي بلو اه سي جو سوي ان بروف دو ماس مسيو خاطر معايا الهضره معايا اسمع ذكر انا في مجلس كيقول ها هو نشوفوا فيك اذا كان عندك هضره معايا من النوع هذا كي نخرج برا الوقت لا 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 دايما دايما طويل في وقت الوقت لا مش يا فوطان اقول بس فوطان اسمع دين في فاسم انا هديك اسمع ليش قضية سهلة يا محمد اسمع لا لا مشكل كمل كمل مشكل لا اسمع 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 محمد لا 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 le conseil souverain dans le domaine israélien existe. Le conseil israélien, à la pression pendant 7 mois, mille parce que, on vous a donné cette chance, je pense que non, allez, parce que j'avais les moyens de me faire entendre. Je vous le dirai clair. Tout le monde me draguait.
ناس كل تحوز بدني تريكيبيريني من مر وراح ولا جاري كثير اورغانيزي كونفرنس دو بريس مي نو جو سي با باسكو جو سي كونفيونس ا سو كونسيل وصار ديجا الاعضاء تبع دي فيكتيم دي فيكتيم شوفوا باغ اكزومبل الصاله اللمداني وهذا جو سي ريفيري جو سي ريفيري ليكري تاع السعودي في البلوك وين كاين لافاس على اللمداني مش هتر هو الفماريتي فماريت كونفورتي قلت نستنى باسكو لا بلامي الى بلامي ارواح المجلس ارواح المجلس وطرح هاني شيت المجلس كملت هذه شوف التفصيل الهضره تاعي هاني شيت المجلس وطرح ان شاء الله المجلس يكون في المستوى اذا قلت وش قال لي قال لي انت هذيك النهار باسكو قلت له في الجلسه في لافوز هذيك قلت له السيناريو ما كاين لا راسي تما قال لي خلاص فكرة فيه وروح لها وكلمنا وخلاص انبهت في الجلسة هذه اللي اتهمت فيها المجموعة هذه ما عجبوش الحال ولا ما عجبوش الحال ولا بطرسهم لا نكليف ايش تسميهو لا نكليف ايش دل منتها ما ايش نهار مشي كتير باللي وجهو هذا في الجلسة تعمل في بطني تسوي تسوي بكم يسمرين بيان كوفراندو ما هي علاقة هذا بالتقييم ما هي علاقة هذا بالتقييم وش قال لي قال لي نا جلدي كونسا جلدي كونسا جلدي كونسا يعني ما لقاش يقول قال هذا فاطعي لي ما نشمين شغبية واحد نو غادي هنا باش باش يفهم بيجي حاب يدير في بيني تطلع انا ورشيد شو هو السيدة تاعك في اللي كلمة قلتها لك اونترولي قلت له ماذا؟ أو ستر ستادير تذو كلي لا ديسكور دي سمي لابداني انتر موى اتمار ستادير تذو تبونجي تذو تبونجي قال لي وي تذو تبونجي قال لي وي اي يل سي بونجي يل سي بونجي با شوف هذا بالي راح يكون كمل راح نطول من الروح الروح مباشرة نقطتين أساسيتين في انتخابي هذا قبل هذا أنا يعني غابني الحال بزاف من المجلس والله غابني الحال من نفسي أكثر من المجلس ما بكون غابني الحال من نفسي نفسي عزيز أحسن كما كل نفس غابني الحال على الكناطر وين وصل يجي مجموعة تجيب جموعة تدير رايها أنا المجلس الوطني والمجلس الوطني يشوف بلان دانومالي وما يقول والو صار فريمون ديس لا كرو هاو كاين جماعة البليدة يجي للصالي ويجي للصالي سني با باسكو يجي إن مون سوتوني إن مون با سوتوني جماعة البليدة باش يفوتو على البلد ما وقفوش معايا إنما وقفوا للمحافظة على النقابة ولماذا؟ لأن العملية تاعهم والوقفة تاعهم كانت قبل الانتخاب قبل ما نوصل إذا كانت الوقفة تاعهم للنقاط للتقي في النقاط وكي نكون نستعرض بهم على الوقفة تاعهم مع بياسة تاع وهران بو سعيد وفاكوزا سالم اللي كايالتي انتيميدي إلى غير ذلك الناس كل سكتوهم دراعي وفورتي الروح لا ديميسيو كوليكتيف ونعاود المكتب الوطني وتعاود المكتب الوطني كوم ايل لون فولي بيان كو سا كوني با ماشي هذا قلت للروح النقطتين اساسيتين اللي هما الاستقاله تاع الجزائري و ليكري اللي هضر عليه نحكي ليكري اللي هضر عليه نحكي الاستقاله تاع الجزائري انا شفت الجزائري اولا في الجلسة تاع الاستقالة الجماعية الوحيد لكان تكروا المحضر اللي تبناه كمكتب وطني انه فيه عشرة ذكرى يعني كنا 12 هذا الرزق ما كانش كنا 12 10 كانوا مع الاستقالة الجماعية وواحد ضد
الاستقالة مهما كانت، وانا واكدتها اكدت بذرع على اكدتها في المحضر كان كثير مع عصرين تنوح بذلي كما قلتها باللي ما ملا كان الاستقالة الجماعية موش وقتها، هي ما كانش منها احنا ملا كينا موش وقتها. بعد هذا الموقف هذا تاع الزبيري كلنا يعرف الزبيري، كلنا يعرف الزبيري تاريخه في كلاباس ونضاله، ما يهمنيش انا كل ما ندخلش في الامور الاخرى. ومن بعد يقول لك استقال هكذا ويقبلها وما قبلهاش ديجا لي لارم، سي با دي لارم تاع ديو، سيتي دي لارم دامرتوم، سيتي دي لارم دامرتوم كي لافي. فينا كيفاش تفسروا زبير من اجل متاع صحيه يستقل من المكتب الوطني ومن بعد يروح للولايه البرج بعريريج يترشح، عفاكم مش معاد يتعاود المكتب الولايه تاع البرج، ترشح لسي زبيري المكتب البرج ترشح. وعلى ذلك مكتبش كلاسة كلاسة اور كاتيجوري موش في المكتب الولايه، راح غبر الدين قصا غبر ربما كنا سلمى انا اللي يروح وما يجيش يبلع الذمة تاعو هنا، انا هنا راني نبلع الذمة تاعي امامكم وامام ربي سبحانه وامام القائد ابو ذو تراضي الغوري صلى الله عليه اذن. وراح انا ما صدقتش باللي زبيري ا ديميسيون، مي جو كليرمون اي نتمون زبيري ا ايتي بوسي دو ديميسيون a été forcé de démissionner. Pourquoi Allah l'aïm. Hada, on le cherche encore. Ne pas seul ça. Ou ne pas le faire, mais je reste. Je suis mahfou, non. Mahfou, je le respecterai toujours. Même malgré, ou à l'heure sur le groupe, mais je le respecterai toujours. Parce que je l'ai toujours estimé et je vois tout le monde. حتى نوار تقول لها غير باش منيش نحب نحكي اكثر منك. دوزيام فوا اللي كريت على نحكي. نحكي مانيش حبيبي انا مانيش نقول فيها. هو قال هذا اللي كاين ان يكري. كاين ان يكري عنده ان يكري. وكنا كل سنه في الكري. خويا رفقي مام راني نقول لك هذا لو عندك كان يكري ليا اكشف. انا جاكسي اللي عنده حاجه عليا يكشفها. اللي عنده حاجه عليا يكشفها. ما تروحش تقولها في الودن لازم نسمعها او موا جو سوري مي ديفوندر جو سوري مي ديفوندر اي شوي با لا بور مي ديفوندر جو سوي با لا بور مي باش نحي التهمة على نفسي نو باسكو مي بيرسون ما عندي لو كوراج دو ندير اون فاس شيش قول لي واش كاين بون اللي كري هذا انا جو بونس اها لا حاشا لا كان عندي نيكل لا كان عندي نيكل اه ايه لا تقصد النيكليزم هذا قلت بزاف في خمه بلي نيكلي هذا سير نجيب سير ثم جبت شي نجيب الاخر قال كهرب انا نجيب هذا جا فيه فرده وطرد الحمد لله شفت توجور راح وقلت لكم جو ريست لي فرانسيس كوا كي جو سوا جو ريست لي فرانسيس هذا الكري هو الكري انا مثلا Je le demande. Je veux le voir, les écrits. Ou la canne, ma canne, je renforce l'idée que Siri a été forcé de démissionner. Peut-être que l'écrit est là, peut-être que l'écrit est là, au sort. Bon, surtout, la canne, je veux la lire, surtout à l'IAM. Oui, excuse-moi. Parce que le monde a de la lire, انا هذه ما قبلهاش باسكو جيت توجور كونتر باش نروح للمجلس الوطني وقال لي خسرت بعد تهضر وقلت لهم جيت لو سول ا بارلي في لا ريونيون كي بريسيدي سو كونسي دو لا هونت كو جابيل توجور كونسي دو لا هونت الواحد اللي هضر انه قلت لهم لازم نقدم حاجه للمجلس الوطني وعيد انا ما فكرتش على كاع الامور اجمع حاولت وجود اخرى صرح فيهم حتى اذا كان في المشكل في المكتب الوطني اذا كان في المشكل في المكتب الوطني نحتار روحنا بالدرجه هذه ما حكيتش في الاسم اللي حكيتش في الاسم خويا ندير وان فوت ندير وان فوت عطيتها السكري
يجيو عليه الكليون الكليون نمبر دو فوار لا مطلوب نسمحوا لبعضنا ويروح فونتو سوري ها يقولوا لنا واش كاين قولوا لنا قولوا لنا صافي حتى مجموعه ما تعرفش مجموعه تعرف هذا في المكتب الوطني قولوا لنا واش كاين ما كانش نقولوا للمكتب الوطني المجلس الوطني ما كانش كيف كيف بار كيف كان يتاخر درت راه ما قالوا لي كلمه هي صارت لي واحد يدير لي كوليس تاعو هذه هذا الكوليس انا مشى من الكوليس من فهم هنا انا بالنسبه لي كوليس بالنسبه لاخلاقي وتربيتي وحتى عند ربي سبحانه هي طاعه الطاعه يجني الشمل يصير وكيلاش جاتي تو تون كلاب كل وجه تو تون كلاب حتى عندنا في الجلسه هذيك قبل العلاش راه راه قاعده ما فيهاش كيف خيرها نو خاديتو ما نحبش الظلم علاش جيتي نقاطع هذا باسكو ما نحبش الظلم ما نحبش الظلم وزيد ثاني هذه إضافة إلى جو فو مو فونجي إي وي جو مو فونجي إي وي كي قلت لهم أنا نعرف بيتات كي ما راه دايرها كي قلت لهم جو فو فونجي بيتات كي فان فونجي دو باغ إكزومبل اللي أنا نعرف بهم أني ما نحبش الظلم دار مزيري دار مزيري هكذا هكا كان اللي هو خارج وقت ما هضرش أنا ما نهضرش دونك لو كان نهضر وكان هذه هي تعوين تاعها فتهضر تهضر سي كون فاك فو ريزوني سي كون فاك فو ريزون قلت له سي جو ريزون كوم جي مو فونجري تي كلابر تلاحوا على الكلمة هذه تي تي مونجري تي كلابر السليم دوا بيان سو سوفينير باسكو قلت لهم سي يا حساسي سي كون قلت انا وضحكت على هذيك قلت له il doit bien se souvenir. Si j'ai raison, heureusement que j'ai raison, pas comme. Le moyen, il y a un exemple clair, il faut dire, mais je devrais le faire. Donc je vous remercie maintenant de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mais là, je dis que si j'ai patience et j'ai résisté, c'est mieux. Pendant tout ce temps, c'est par les principes et mon amour au Knapper. Et ma confiance au Conseil national, malgré qu'il a été sucé et trempé. Je ne sais pas ce que vous dites, la règle, elle est mille comme ça. Elle est mille comme ça. Vous avez dit que le clap est cadre. Wallahi al-Azim, il va se transformer en une secte. En une secte. Vous n'avez pas dit que le maître est où le pari va. La secte, la haine, le jihad, le jamais. Moi, je l'ai dit que c'est le suicide collectif. اللهم تشهد اني بلغت قدام ربي قدامكم الاساتذه ودرك خلاص لازم تسكت يعني سكت حتى اليوم حتى ديك حتى الكثير اللي حبيت نهضر معاهم ما قدرتش نهضر خليتها سريه قلت بصراحه خاصة جلست جلست في كونفيونس انا لين على نهضر على مشروع كاين مشروع ربي يتحكم في المكتب الوطني يعني ربي يتحكم من ناحيه العقاله لكن ما تقرصت في قضية مسؤوليتهم يحكم هم ربي ويحكم هم الأساتذة بس كان كلام قلناه مع بعض نهار قلت له أنايا بيرسون ما هي لو كوراج ولا بدير الشيء اللي طرحوا صح مش نجيب عنده الحق مش كل اللي طرحوا نجيب عنده الحق ما تكرهمش هذه القول القديمة حكيم الرجال وانا نهار انتخب بسبب في المؤتمر أنا في عندي اللي يتخبوني يعرفوني بالعمل اللي يقوم به ما انتخبوني شو با بو أفضل من بوديو وواحد ما انتخبني بلي كوليس في مجال ساعتها احنا اللي طلعنا عن المكتب الوطني كل شيء يعرف هذا قبل المؤتمر عفوا لا يجب ان تكون قضوتي يا جماعه معليش مكسكيز لا الكلام كبير عندي وش نقول عندي وش نقول إذا الموضع لا لا راح نكتب راح نكتب راح جميلة جميلة إلا
de l'évaluation, mais sur le règlement de compte. L'évaluation est une idée de l'évaluation. Fais-je la banane, 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 fais-je la banane. Moi, le règlement de compte, c'est la banane. Merci. وكان شوف اسمح لي يا شيخ رانا تربيتنا واخلاقنا رانا مسلمين وصلاح قبيلة كاملة بيان شيخ وعندنا ثقافة عندنا ثقافة ان ثقافة نحترموها الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بعض الاحيان نخافوا من تهمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اذكر الفاسق بفسقه اذكر الفاسق بفسقه Parce que, il y a des gens que la société a dit, même bien le choukan ta'ala, ils vivent, ou là ils survivent sur quoi? Sur notre volonté. Mais t'as vu chéri à un moment donné, de khlas. Ismahli à un moment donné. De khlas, ne compte pas sur ma volonté. Manish Miller. N'est-ce pas? Akhira. أخيرا يبقى لي حق الرب لأنه راح يهدر وراح يهدر بما على قضية قرار والمكتب الوطني ما خرج فيها قرار alors que ma condition principale était لهذا القضية كاين مثلا كاين شجار ولا كاين نزاع أنا نعرف نزاع في ظالم ومظلوم مش العدرة الظالم كل ياخذ حقه والمظلوم ياخذ حقه ليس المكتب الوطني ما خلاص فيها قرار هذا يتمت في كيكدا ما دوريز ما قفر جبور المسيح جميس كيكدا وياب دفعي في الكفران ياب دفعي Mais les gars, c'est un peu les choses.